والآن نذهب معا إلى ريفي حلب نتعرف معا على حكاية إبداع لأحد السوريين على الرغم من الظروف الصعبة. نتابع هذا التقرير ونعود. في هذه الزاوية الضيقة يجلس المخترع السوري موسى أبو نضال لساعات طويلة كل يوم على الرغم من سنوات عمره 60، يوصل الأسلاك، يجمع القطع، يجرب هذه الأزرار، يعدل شيئا ما قبل أن ينجز اختراعه الجديد على أكمل وجه كما خطط وتخيل سابقا في عقله. اشتغلت بكثير من الأعمال من خلال اختصاصي ككهرباء صناعية، انتقلت بعدها التكثيف عملي أو ركزت على صناعة الآلات وبرمجة الآلات من خلال تعلمي البرمجة PLC مع شاشات اللمس وربطها مع الكمبيوتر، يعني أنظمة التحكم وكنترولرات وصناعية ضخمة. درس موسى أبو نضال علم الكهرباء في قسم الإلكترون، ثم عمل على تصميم وإنشاء ملاهي جدة الضخمة في عام 2000، وبعده صمم معمل إسفلت في لبنان. توزعت أعماله خلال سنوات نشاطه في الوطن العربي قبل أن يلتحق بالثورة السورية ويعمل في مجاله لخدمة الثوار والأهالي المدنيين، حيث عمل على إنشاء معمل صناعي لإنتاج الأكسجين في الغوطة الشرقية المحاصرة آنذاك، قبل أن يصاب في عينه ويضعف بصره بسبب انفجار إحدى أسطوانات الضغط العالي. لم تعقه الإصابة عن متابعة نشاطاته إلى أن اخترع مؤخراً طابعة حفر وقص على المعادن بطول 6 أمتار وعرض 2 متر. بعد عام كامل من العمل والتحضير والتجريب والبحث والاطلاع، حيث تضاهي هذه الآلة مثيلاتها في الصناعة التركية كما تتفوق بجودتها على الصناعة الصينية. آخر أخبار السوشيال ميديا مع عابد بعد الفاصل.